أقامت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أعمال الدورة 12 للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف في العالم الإسلامي للعام الحالي، وذلك بهدف بذل كافة الجهود من أجل تنشيط الدعوة للفهم الصحيح للإسلام. آن الأوان اليوم أن نراجع الخطاب الإسلامي الذي قدم في عالمنا الإسلامي في العقد الماضي، وما هي نتائجه؟ فالأمة الحية هي الأمة التي تنظر في ماضيها لتبني حاضرها ومستقبلها. وآن الأوان لأن نعيد النظر فيما يقدم على منابرنا. فنحن عندما نتحدث عن خطاب التطرف والإرهاب، ونتحدث عن خطاب الكراهية، علينا أن ندرك جيدا أن الذي يرسم معالم التطرف وأن الذي يرسم معالم الإرهاب ويجذر ويؤصل له، وأن الذي يرسم طبيعة الثقافة الإسلامية هو خطاب إسلامي. نعم، نقول الإرهاب لا دين له في كل الملل والنحل، لكننا نتحدث عما نعانيه نحن المسلمين اليوم، وعما يجري في بلادنا اليوم، وما ترى من خطاب على منابر وضعت الجهاد في غير مكانه السليم. نأمل في هذا الاجتماع أن نستمع إلى آرائكم وتجاربكم بما يقوي التعاون والتكامل. إن المؤتمرات السابقة عالجت جملة من القضايا الحيوية ذات الصلة بأعمال الدعوة وتعليم القرآن الكريم وحفظه، والمساجد والأوقاف والحفاظ عليها وتنميتها وتوجيهها إلى ما ينفع الناس في الدنيا والآخرة، كما ناقشت قضايا جوهرية مثل القضية الفلسطينية والقدس الشريف ومكافحة الغلو والتطرف والإرهاب وتعزيز الأمن الفكري بمفهومه الشامل وتجديد الخطاب الديني والحوار مع الآخر وبين أتباع الأديان والثقافات والتعريف بالإسلام باللغات المختلفة وغيرها. وهذا جزء لا يتجزأ من مهمات وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية. دين أحد أهم مكونات أمتنا وأبرز معالم هويتها، وهو المحرك الرئيس لكثير من سلوكيات أبنائها. فإما خطابا دينيا واعيا مستنيرا يأخذ بيدها إلى طريق التقدم والازدهار. وللأسف الشديد بعض المعاني قد اختطفت، فبعض الجماعات كانت قد اختطفت مفهوم الصحوة الإسلامية على أنشطتها الحركية الخاصة في مواجهة أوطانها. أي صحوة لأمة دون أن تتقدم علميا واقتصاديا وأن تكون في مقدمة الأمم؟